في مسابقة أتاحت الفرصة لمجموعة من المحترفين لإبراز التصوير الفوتوغرافي في حفل إعلان نتائج مسابقة الويبدي بعيونك الفوتوغرافية، والتي نظمتها جمعية أصدقاء الويبدي ليوثق الهواء أجواء الجبل جمالياً وعمرانياً وإنسانياً. مثل هذه المسابقات الحقيقة لها أهمية كبيرة لتشجيع يعني المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي وهواة التصوير، ولتسليط الضوء على الأماكن المهمة في العاصمة عمان ومنها جبل الويبدي. والحقيقة هذا تم ما بين جمعية أصدقاء الويبدي والمتحف الوطني، وهاي المسابقة الحقيقة يعني عليها أن تستمر وأن تكون تقليد يعني كل عام لإبراز الأماكن التاريخية والتأكيد على جماليات المكان والإنسان أيضا. في الحفل الذي احتضنه المتحف الوطني للفنون الجميلة بحضور العشرات من المشاركين في المسابقة، تم التأكيد على أهمية هذه المسابقة في إغناء المشهد الثقافي والفني، وحرصها على استمرارية الويبدي كحي يختزل تاريخ عمان المعاصرة. المهرجان الفوتوغرافي بيحكي عن انه كيف احنا نصور الويبدي من وجهة نظرنا بعيوننا كيف بنشوفها، فقمت بالمشاركة بهاي الصورة، وطبعا صورتي واحدة من الصور اللي ترشحت وتم اختيارها. المشاركات هي اللي بتصقل دائما الفنانين بأي شيء، إذا كان أي مهرجان أو كان أي مسابقة، الواحد دائما بيطور نفسه بالأمور الفنية، ولكن المسابقة هي الاختبار الحقيقي، أو المهرجان أو أي فعالية ممكن يساهم فيها هي اختبار حقيقي لمستوى وين وصل بالضبط. من الفائزين بهذه المسابقة المميزة سلمان مدانات، محمد حسين، لونا الرفاعي، وحمزة مزرعاوي. حب أهل المكان للمكان، يعني أنا بحسد دائما أهالي جبل الويبدي وأهالي جبل عمان قديش بيعشقوا وبيحاولوا ينقلوا للناس اللي برا جبل، مثلا جبل الويبدي، قديش إنه منطقتهم فيها جماليات ويجذبوا الناس إلها. فأنا لما سمعت عن المسابقة طول عمري بروح على الويبدي، بس ما كنت أتخيل إنه فيها جماليات هالقد إلا لما صورتها. إطلاق المسابقة دعوة للتأمل والغوص في عمق المعنى، وأتاحت الفرصة للمتسابقين أيضاً التعرف إلى مزيد من المبدعين والأصدقاء المخلصين لهذا الحي العريق ببراعة التعمق بجماليات المكان والهوية والتاريخ الأردني. أيمن لحمود، رؤيا.